شباك وعلى ربنا يوفقهم يا الأرضية رب وعلى كل كلهم ان شاء التفاصيل الله خاصة النهارده. بالملعب. مهم ليهم بالنسبه لهم، اهم حاجه طبعا يبص على الشباك بتاعت المرميين وخطوط ال، عجبني ان هم رايحين بالبدل كده هم كابتن. متفقين، هم يعني متفقين ما شاء الله، شكلهم هو جميل عيد يعني ويوفقهم ان شاء النهارده، الله هو عيد الصراحة ان لكرة شاء الله القدم المصرية. يا رب، وينجحوا يا رب كلهم النهارده ان شاء الله. يعني اتفضل يا الناس كابتن، كنت الحكام بتتكلم على حتة النجومية وبيعمل وانه سيطر على جزئية سيطرة النجوم سواء الملعب هنا طبعا او هنا. دي مهم. يعني بص هنا محمد هو بيتمشى في الملعب قاعد من جوه قاعد بيقرا قرآن وبيتمنى الماتش يعدي على خير وتبقى الامور كلها سهلة بالنسبة له. سمير جمال طبعا ده حكم مساعد رقم واحد النهارده من الحكام الصاعدين. طبعا امير عمر كان لسه راجع من افريقيا، هو ومحمود البنا كانوا عندهم كورس. نرجع بسرعه للسيطره على المباراه النهارده، محمد باذن الله لو قريب من كل كوره باذن الله، بس يبعد عن مناطق الالتحام ومركز في كل كوره باذن الله، ان شاء الله المباراه هتخلص عليه بخير باذن ابرز الله. الصعوبات اللي ممكن كابتن محمد فاروق واجهها في الملعب وفي مباراه كبيره، وتعتبر النهارده مباراه كبيره، يعني ممكن تقول لكابتن الحنفي يعني يكون واخد باله منها. لازم اول ما الكره تبقى فيها هجمه مرتده والكره تخش بسرعه في منطقه ال 18 لازم يبقى قريب منها قوي يا كابتن محمد، لان المشاكل كلها بتحصل في منطقه 18. لو اي مشكله زي ما قلت لحضرتك بتبقى بره ال 18 العمليه بتعدي، انما جوه ال 18 هي اللي بتبقى فيها مشكله كبيره. يعني احنا متعودين عليك دايما ان احنا بعد اللقاء عشان الحالات الفنيه، لكن حته التحكيم هي بقى لنا فتره فعلا ما شفناش التحكيم المصري متواجد في لقاء قمه. يعني اتمنى ان شاء الله الامور تمشي بشكل سليم وبشكل سهل إن وبسيط، شاء الله يا ان رب. المباراه مش يعني انا بشوف انها مش محتاجه غير ان احنا نشوف الجزء الفني تحكيميا وفنيا من اللعيبه ايضا بالظبط. يبقى مميز جدا، فبالتالي مهم جدا ان احنا نشوفها في هذه الجزئيه النهارده يا كابتن سمير. يعني نتمنى يعني ده اللي احنا عايزينه. انا شايف فعلا انت يعني انت بتقرا كمان العيون كله مركز، وكابتن محمد هتلاقي التمتمه كله قاعد يعني بيقرا جواه كده ان شاء الله. بس المباراه بص يا كابتن تاريخيه لاي حد، كل واحد فيهم عاوز النهارده يعمل يبقى نجم هو في المباراه. يعني ان شاء الله باذن الله هينجحوا، يعني ان شاء الله باذن الله مع التركيز اللي هم هيبقوا موجودين دور فيه اللاين هم مان يا السته. كابتن النهارده مع النهارده عندنا دورين، دورين مساعد الحكم طبعا اللي هو مساعد الحكم اللي هو بيبقى على خط التماس اللي هو سمير جمال وعبد الفتاح عريشه، مهم جدا جدا في حالات التسلل، في الكور اللي جنبهم لازم يساعدوا محمد الحنفي، هو لا يمكن ال 90 دقيقه هياخد قرارات سليمه، لازم مساعده الناس معاهم. الحكمين الاضافيين امين عمر وسعيد حمزه لازم يبقوا مركزين جدا في حاجتين، الاحتكاكات اللي داخل منطقه الجزاء، الكره لا قدر الله اللي بتبقى على خط المرمى هل الكره عدت ولا ما عدتش، لازم يبقوا مركزين فيها جدا، لان دي اللي عملوا بسببها منطقه الحكم الاضافي اللي ورا الجول، مهمه جدا لازم يركزوا فيها جدا، تبقى في مساعده من الحكم، يبقى في بادي لانجوج شغالين وفي اي كونتاكت هم السته مع بعض طوال المباراه عشان ان شاء الله المباراه تعدي على خير. انا كنت اتمنى عارف يا يبقى في كابتن حكم فيديو النهارده كابتن. حكم فيديو يا كابتن محمد هتبقى صعبه، احنا ما عندناش الكاميرا المحايده. الكاميرا المحايده دي بتبقى تبع الاتحاد المصري او الاتحاد الدولي ولازم تتحط في اماكن معينه. الاتحاد الدولي يعملها انت كنت كاتب بالظبط، هم ست شركات بس الاتحاد الدولي هو الموافق عليها. يعني بص هنا محمد اكيد بيقرا قران بقى هنا جوه كده خلاص بيقرا بيدعي اي دعاء الحته دي خلاص اي دعاء اي حاجه، ايه هو عاوز الجول اللي يجي يبقى جول سليم وما فيهوش مشاكل او احتكاك. وهتلاقي اكتر اتنين هما بيبصوا على الشبكه بقى، هتلاقي مساعد الحكم رقم واحد في المرمى على اليمين والحكم الاضافي اللي هو برضو ايه رقم واحد، بيبقوا مركزين طبعا فيها. وهنا خلي بالك برضو هنا كابتن محمد هم بيدي لهم برضو بعض التعليمات قبل ما يخشوا على الاوضه، عشان تلاقي في غرفه برضو الحكام هتلاقي برضو هتلاقي فيها زحمه من الاعلاميين والناس اللي بياخدوا اسماء اللاعبين، بيتفقوا على بعض اللقاءات لو في اي حاجه في الملعب مش شايفينهم، ومعاهم رمضان اللي هو مسؤول عن استاد القاهره بيتابع معاهم لو في اي مشكله تخطيط مش واضح او شبكه عاوزه تتشد، الحاجات اللي المتعرف عليها تلاقي الراجل مندوب بتاع الاستاد برده ماشي معاهم رمضان ده بيشوفوا الملعب بيطمنوا على الخطوط ال 18. بس هم كل ده مركزين مع اول صفاره. حته التمشيه دي كتير انا شايف انها كتير، ما هو لازم يبص على الملعب كله، هو كله. لازم يبص على الملعب زي ما بدا من ناحيه الشمال بص على الشبك وال 18 وخطوط، هو رايح بقى مكمل لغايه نص الملعب التاني. هو محمد دلوقتي جواه يتمنى اول صفاره، هو عاوز يسافر اول صفاره عشان ايه يندمج جوه المباراه ان شاء الله، وربنا يوفقهم يعني ان شاء الله، ان شاء الله يعملوا كابتن. مباراه كويسه باذن الله. هنكون مع بعض يا كابتن بعد اللقاء ان شاء الله يا ان كابتن شاء الله باذن كده، الله. ان شاء الله نتمنى طبعا الاخطاء الفنيه التحكيميه ان شاء ما الله تبقاش النهارده نقول حاجات ايجابيه ايجابيه. بس انا زي ما بقولها لك يا كابتن محمد برضو احنا لسه في البدايه، ممكن تحصل حاجات بس ما فيش ان شاء الله حاجه مؤثره. المراقب المباراه طبعا الحكم الدولي كابتن احمد عوده، اهو لابس بنطلون بيجو خارج معاهم دلوقتي،
وربنا يوفق الطقم يا رب. طبعا الطقم كله يوفقنا احنا كمان النهارده في تغطيتنا.